بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوعين ممكن يكونوا من برا أو بشكل عام صعبات بحكم أنه ما تعاملنا معاهم من قبل في مواد ثانية، ولكن إن شاء الله راح يكونوا مواضيع سهلة وبسيطة إذا بنتبع فيها خطوة بخطوة. راح نتحدث اليوم عن الووتر تانكس، وبالتحديد الأندر جراوند ووتر تانكس اللي هي خزانات المياه الأرضية، وراح نتحدث برضو عن الدرج، وراح نحسب للدرج الكونكريت، أما لخزانات المي راح نحسب لها الكونكريت والستير رينفورسمنت والكاباسيتي أو سعة خزانات المياه. خلينا نبدأ بالموضوع الأول اللي هو خزانات المياه. إذا بدي أجي أتكلم عن كيفية الحساب اللي أنا ممكن أجريه على خزانات المياه، لازم بالأول نعرف شو خزانات المياه. طبعا بدي إياكم تنتبهوا أنه أنا المقصود الآن في خزانات المياه مش خزان مي اللي هو الألمنيوم أو البلاستيك، لا، المقصود اللي هو خزانات المياه الأرضية اللي بيكون عبارة عن خرسانة مسلحة. بالبداية خلينا نتعرف على الأنواع اللي أي منشأ بالعادة بلاقي فيها واحدة من هالأنواع، خصوصا حديثا صارت مثلا العمارات أو أي بناية يكون فيها خزان مي أرضي، بحكم أنه مثلا ضخ المي عندنا هون في الأردن ضعيف، فصعب أنه تطلع المياه لطوابق مرتفعة، فصار كل بيت أو كل عمارة فيها مجموعة من خزانات المي الأرضية. الآن في عندي أنا ثلاث أنواع رئيسية من خزانات المي. في عندي خزانات المي اللي هي الأي إليفيتد. Elevated معناها خزانات مياه مرفوعة، وهي الخزانات بالعادة بتكون مرفوعة على أعمدة أو بتكون مرفوعة على برج، زي مثلا بنشوفها بمدينة الحسن. طبعا سبب الرفع اللي بنعملها في خزانات المياه عشان نعطيها هيد بريشر. في عندي نوع ثاني اللي هو Rested on Ground، اللي هو النوع B، اللي هي خزانات مياه بتكون بالعادة مباشرة على سطح الأرض، ملامسة لسطح الأرض، محطوطة مبنية على سطح الأرض. والنوع الثالث اللي هو الأكثر شهرة اللي هو الأندرغراوند ووتر تانكس، اللي خزانات المياه اللي بتكون تحت التربة أو تحت الناتشورال جراوند ليفل اللي هي تحت منسوب الأرض الطبيعية. الآن النوع الثالث هو اللي راح نركز عنه في الكلام. النوع الثالث ممكن يكون تحت الأرض في مسافة معينة، أو ممكن يكون على سطحه الخارجي أو وجهه الخارجي، ممكن يكون مباشرة على الناتشورال جراوند ليفل. قبل ما نبدأ بالحسابات ضروري هون صراحة أحكي لكم شوية شغلات عن الخزانات، خصوصا أنه بالعادة في أي مشروع تخرج نطلب من الطلاب يصمموا خزانات. طبعا زمان، خليني أحكي لكم زمان، كان في لمشروع التخرج، بالمناسبة هاي أيام ما أنا أخذت مشروع التخرج، كان في ما كان مشروع التخرج زي ما انتم بتعرفوا الان انه خلص بختار مشرف وانتهى الموضوع، لا، كان في شعبه خاصه لمشروع تخرج المياه والبيئه، وشعبه للانشاءات، وشعبه للمواصلات والطرق، وشعبه للتربه. كنا نسجل بهاي الشعب، وكان دكتور او اكثر يتناوبوا على اعطائنا بعض المحاضرات، فكانت زمان تنشرح خزانات المي، وكانت تنشرح بعض الأمور الأساسية أو كخطوات رئيسية في كيف إحنا نتعامل مع مشاريع التخرج بأنواعها المختلفة. صراحة كان الموضوع جدا يعني جدا مفيد. للأسف إحنا بس أخذنا مشروع واحد، ولكن مشروع اثنين غيروا النظام كامل زي ما بتعرفوا، غيروا له امتحان، وصار تقييم الطالب من مشرفه بشكل مباشر في مشروع واحد، ومشروع اثنين صار في عنا مناقشات زي ما بتعرفوا. الآن إذا بدي أتكلم بشكل عام عن كيف تتصمم هاي الخزانات، شوية معلومات أساسية لازم أعرف بالبداية أنه أنا بشكل عام شو القوى اللي بتأثر على هاي الخزانات. الخزانات هاي تختلف القوى المؤثرة عليها حسب نوعيتها، ولكن إيش المشترك اللي بيأثر على هاي الخزانات اللي هو الهيدروستاتيك ووتر بريشر. أكيد في الخزانات هاي اللي راح تتعبى مي، اكيد ضغط المي راح ياثر على جدران الخزان وعلى ارضيته اللي هي القاعده وعلى السلاب تاعت الخزان في كل الحالات اللي انتم شايفينها. ولكن في عندي قوة اخرى ممكن تاثر على الخزانات تختلف من نوع للثاني. فمثلا اذا اجينا على الاليفيتد ووتر تانكس، بياثر عليه بالاضافه للووتر بريشر او هيدروستاتيك ووتر بريشر، بياثر عليه الرياح والزلازل،
وبيأثر عليه لأنه مرتفع طبعا، بيأثر عليه الجرافيتي لود اللي راح تكون وزنه الذاتي ووزن المي للأسفل. أما بالنسبة طبعا ما في أي رياكشن راح يكون من التربة لأنه بعيد عن الكونتاكت، وأكيد راح يكون في قواعد منفصلة أو ماد فاونديشن واحدة بتحمل الأعمدة اللي موجود عليها الإليفيتد ووتر تانك. أما بالنسبة للريستد ووتر تانك بالعادة بالإضافة للبرشر في عندي أنا الجرافيتيشنال لود اللي هو من الوزن الذاتي، وبالإضافة لهذا الوزن راح يكون في عندي أنا رياكشن من التربة اللي هي الكيو اللي جاي من التربة. اما بالنسبه للنوع اللي اكثر شيء بنتحدث عنه واكثر شيء بنتعامل معه اللي هو الاندر جراوند، راح يكون مؤثر عليه عده امور بالاضافه للووتر بريشر. راح يكون في عندي السويل بريشر لانه الخزان هذا كله بجميع مكوناته موجود تحت التربه، فعشان هيك راح يكون في عندي ضغط للتربه، وفي عندي ضغط او وزن تربه اعلى الخزان اذا كان الخزان نفسه موجود في فوقيه تربه، او اذا كان سطحه على سطح الارض هون بالضبط. ممكن انا كثير شفت مثلا بيوت بيعملوا سطح الخزان الخارجي بيعملوه غرفة مثلا او بيعملوه تراس او الى اخره، وبالاضافة لهذا الكلام في عندي اكيد ضغط او الرياكشن اللي جاي من التربة. بالعادة الخزانات هاي بيأثر عليها لايف لود، اللايف لود بيكون بالعادة 2 كيلو نيوتن لكل متر مربع. اما بالنسبة لقواعد الخزانات بالعادة المات فاونديشن هي القواعد المستخدمة في الخزانات بشكل عام. المات فاونديشن انسب نوع من انواع الخزانات سينس انه وي هاف هير اكيد في عندي وولز، فانا ما بقدر استخدم مات كونتينيوس فوتنج هون وكونتينيوس فوتنج كونتينيوس كونتينيوس، فبيظل المنطقه اللي بالنص اللي هي في اصلا لود مش محموله الا على الارض، فعشان هيك بستخدم مات فاونديشن بحيث اني اوزع عليها الحمل كامل. الان بالعاده كمان بيكون في عندي انا الكونكريت كفر للكونكريت كفر للخزانات يكون مرتفع شوي، وبستخدم بالخزانات برضو مواد او الكونكريت نفسها بستخدم معاها مواد ناعمة جدا بحيث اني اعزل الخزانات قدر المستطاع، مش بس من تسريب المياه من برا الخزانات، لا برضو عشان امنع تسريب المياه من برا لداخل الخزان وامنع صدأ الحديد اللي ممكن يصير في الخزان. زي ما بتعرف الخزان فيه مي وفيه تربة واملاح والى اخره، عرضة راح يكون صراحة لصدى الحديد وللأضرار اللي تصير من الرطوبة والأملاح. إذا أجيت أنا بدي ألخص، أنا إذا أجينا بدنا نخلي حديثنا بس على الأندر جراوند ووتر تانكس، إذا بدي في حالات معينة حالات التحميل بنسميها كيف الووتر تانك هذا ممكن يكون متحمل. أولا ممكن الووتر تانك نفسه خلينا نفترض أنه موجود سطحه على سطح الأرض مباشرة، أول حالة أنه يكون فيه ضغط المي بس. فإذا كان فيه ضغط للمي فقط بهاي الحالة، طبعا انتبهوا انه الخزان موجود تحت، فاحنا خلينا نركز على الموضوع، الخزان موجود تحت الارض، طب كيف موجود تحت الارض وفيه بس ضغط للمي؟ لا، ما هو المفروض يكون فيه كمان ضغط للتربة، طب كيف انت اخذت هاي الحالة بعين الاعتبار؟ تمام، الخزان بعد ما يبنوه بيكونوا حافرين حواليه، فما بيكون ابدا في تربة حواليه، فبيعبوه تماما بالمي وبتركوه وبيعلموا هون مثلا طبشور او بإشي او بدهان، وبيشوفوا بعد كم من يوم اذا العلامة هاي نزل المي تحت مستواها معناها في تسريب. فعشان هيك في هاي الحالة هي عبارة عن حالة فحص للخزان للتأكد من عدم تسريبه، فبيكون في اجهادات فقط من المي مأثرة على الخزان. فاذا هاي اول حالة. الحالة الثانية لما يكون في عندي اجهادات التربة فقط، يعني الخزان بيكون كومبليتلي يعني صراحة بيكون فاضي تماما، او في بعض الحالات انا بفضيه عشان اعمل له صيانه، فبكون بس موجود تربه حواليه، وبالتالي في عندي انا ضغط او اجهادات من التربه. واخر حاله اللي هي الحاله الطبيعيه لما يكون في عندي اجهادات من الداخل من جوا الخزان اللي هي من المي، ومن برا الخزان بكون في عندي ايش؟ انا بكون في عندي تربه. فهي الحاله الثالثه. بالعاده انا بصمم على الحاله اللي اكثر ضررا بالخزان او الموست كريتيكال كيس، اللي هي بالعادة بتكون لما يكون في عندي السول بريشر من الخارج، وهذا الحكي بيعتمد على المي او احيانا شو الماتيريال اللي انا بدي احطها بالخزان، لانه اذا كان عندي مثلا خزان حطينا فيه مي اوكي ما في مشكلة، ولكن في خزانات بخزنوا فيها مواد ثانية مثلا نفط وقود شغلات ثانية بتعتمد على الكثافة تاعت المادة اللي مخزنينها. طيب الان بالعادة
خليني اكمل لانه هون في الحسابات، ولكن بالعاده لما اجي اصمم انا الخزانات ما بصممها على الطريقه اللي انتم بتاخذوها في ماده الار سي، اللي هي الطريقه اللي هي اللي بنسميها الالتيميت ديزاين ميثود. الالتيميت ديزاين ميثود ما بنستخدمها، نستخدم طريقه قديمه اللي هي الوركينج ستريس ميثود. الوركينج ستريس ميثود هي عباره عن طريقه بعتبرها كونزرفاتيف. كونزرفاتيف يعني بتعطيني كروس سكشن اعلى، تعطيني الستير انفورسمنت اكثر من طريقه الالتيميت ديزاين ميثود. طيب ليش بدي هذا الحكي؟ انا بدي اكون كونزرفاتيف، محافظ في الديزاين تبعي، عشان الطريقه هاي اللي هي الوركينج ستريس ميثود بتحاول انه تقلل من حدوث الكراكس. فاذا انا لما استخدم كروس سكشن اكبر، ستير انفورسمنت نوعا ما اكثر، بالتالي انا بقلل احتماليه حدوث الكراكس، وعندها يعني انا كاني حميت الخزان اكثر. برضو من امور الديزاين، بالعاده الديزاين فيه تشارتس وفيه فاكتورز وفيه معادلات عشان احسب انا الستير رينفورسمنت وعشان احسب الثيكنس، ولكن بقدر اقول لكم اياه انه الان لاحظوا شو تعريفي للوول. اي وول بالدنيا، الوول هو عباره عن طبعا حسب نوعه، يا بيحمل احمال جانبيه والى اخره، احمال جانبيه او احمال عموديه زي البيرنج وولز، ولكن هاي الجدران جدران خاصه لانها بتحمل ضغط داخلي وضغط خارجي، فانا بصممها زي السلابز بالضبط، فحسب الاسبيكت ريشيو، حسب النسبه ما بين اللونج دايركشن على الشورت دايركشن، بقرر هل هي عباره عن وان واي سوليد سلاب او تو واي سوليد سلاب، فبصممها زي السلابز بالضبط، باخذ ديزاين ستريب وبصممها على اساسه. ولكن قبل ما اصممها لازم اعرف طبيعه الكونكشن ما بين السلاب العلويه والوولز اللي على الداير مثلا، فهذا الخط اللي هون مثلا شو الكونكشن، مثلا ممكن يكون فيكست ممكن يكون هنج، وهذا كله بيعتمد على طريقة تنفيذ التسليح وترابطه مع ما بين الأجزاء. فإذا بناء على طريقة التوصيل أو اللي بنسميها الاند كونسترينز، اللي هي الأطراف كيف طبيعة توصيلها أو كيف طبيعة تثبيتها، بناء على الاسبيكت ريشيو بصممها زي السلاب، وبستخدم انا معادلات عشان احسب انا البندنج مومنت واوزع البندنج مومنت. لاحظوا رح يكون في عندي هون نيجاتيف بندنج مومنت ونيجاتيف وبوزيتيف في هذا الاتجاه، وبالاتجاه الثاني برضه في نيجاتيف وبوزيتيف ونيجاتيف والى اخره. رح يكون في عندي بندنج مومنت وستريسز جاي من المي وستريسز جاي من التربه حسب معادلات خاصه، بالاخر بصممها. اما بالنسبه لاختيار الثيكنس، فاختيار الثيكنس مباشر بيتم عن طريق نفس الطريقة اللي بنستخدمها في السوليد سلابز، ولكن باستخدام الـ Working Stress Method. وأخيرا الـ Mat Foundation بتنعمل بتتصمم زي كأنها برضو سلاب، ولكن في لها تصميم خاص لأنه في عندي ضغط من التربة وضغط من أعلى حسب الجدران وحسب كثير شغلات والمي وإلى آخره. فإذا يعني هاي خلينا نحكي نبذة عامة عن كيفية التعامل مع الخزانات. طيب إذا إجيت أنا بدي أحسب الخزانات، بدي احسب انا حساب حجم خزان المي اللي هي الكاباسيتي، قديش انا ممكن اعبيه مي، قديش ممكن يستحمل عندي خزان المي او الخزان بشكل عام مادة فوليوم، وفي عندي حساب لحجم خرسانة الخزان، وفي عندي حسابات لتسليح الخزان. الان الموضوع هون بسيط جدا، خصوصا في اول شغلتين او في اول شغلتين حساب حجم خزان المي وحسابات الخرسانة. اما بالنسبة للتسليح فالموضوع صراحة معقد نوعا ما، ولكن احنا راح نختصره عليكم بطريقة معينة لما نوصل ونحكي عنها. بالنسبة لحساب حجم خزان المي ببساطة، لو انا قدرت اطلع المساحة، مساحة الخزان الداخلي الفاضية، الفاضي يعني من وجه الوول الداخلي لوجه الوول الداخلي زي ما راح نشوف من المثال، والارتفاع الداخلي من وجه القاعد العلوي لوجه السلاب السفلي، واستخدمت هاي الابعاد، ببساطه راح احصل على الكباسيتي. فالكباسيتي مش شغله صعبه ولا شغله صراحه بدها شرح حتى، ولكن اللي بدنا نشرحه هون كيف نتعامل مع المخططات. بتذكر انه احنا لما اخذنا ماده حساب الكميات اتفاجئنا بهيك سؤال، اصلا هذا الموضوع سواء هذا الموضوع وحتى موضوع الدرج ما كان اصلا مدرج في الماده، ما كان في اي شغله بتحكي عن الخزانات. بتذكر كان في سؤال مباشره عندنا في الامتحان، احسب الكاباسيتي للووتر تانك، وبتذكر كان في سؤال ثاني احسب الستير رينفورسمنت في الووتر تانك سلاب، فكان الموضوع شوي معقد، علما انه لو تفكر فيه
هو عبارة عن شغلة سهلة، لأنه كان الموضوع بسيط زي ما راح نشوف في مخطط واضح بنطلع من خلاله الأبعاد الداخلية والارتفاع الداخلي، وبالتالي بضربهم ببعض بطلع مساحة في ارتفاع بطلع الفوليوم، فكان الموضوع سهل. ولكن كان زي ما تحكوا اختبار من المدرس اللي درسنا إلنا. بالنسبة للستير رينفورسمنت الآخر إشي اللي هي، أو بعدنا وصلنا عند حسابات حجم الخرسانة بالنسبة للكونكريت. كونكريت ببساطة لو اجيت انا اتعامل مع الووتر تانك كأني راح اجزئه، احسب الكونكريت للوول الاول زائد الكونكريت للوول الثاني زائد الكونكريت للوول الثالث زائد الكونكريت للوول الرابع، ولاحظوا هون ارتفاع معلوم راح يكون عندي، الثيكنس معلوم والابعاد الثانية معلومة مباشرة. فاذا هي عبارة عن شغلة او عملية جدا سهلة. فاذا حسبت الكونكريت للوولز واضفت لها الكونكريت للسلاب اللي هي مساحة السلاب الخارجية من برا لبرا ضرب الثيكنس، واضفت لهذا الكلام كله مساحة المات فاونديشن، كأني بحسب الحجم تاع الكونكريت اللي بدي اياه لكل الووتر تانك وكل الاليمنتس تبعت الووتر تانك. الموضوع جدا بسيط لانه الموضوع احنا تعاملنا معه اساسا. فلما اجي احسب الوولز ببساطة راح اخذ مجموع الاطوال واضربهم في ثيكنس والى اخره في الارتفاع. السلاب نفس الفكرة، مساحة خارجية في ثيكنس والمات فاونديشن كأنها سلاب بالضبط، فما في عندي اي صعوبة. اذا لما احكي حساب حجم لخرسانة الخزان بحسب الكونكريت لكل العناصر، كل عناصر الخزان بحسبها مع بعض، علما انه في السايت ما بتتم هاي الطريقة. يعني بالسايت الخزان بنحسب على مرتين او بنصب على مرتين على مرحلتين او على 3 مراحل حتى يعني. فبالعادة لانه بنصب على 3 مراحل بنحسب كل جزء منه لحال، القاعدة لحال، الوولز لحال او جزء من الوولز لحال والسلاب لحال. ولكن احنا لما نحكي هون حساب بنحكي عن حساب كل شيء بيتعلق بالخزان. حسابات تسليح في الخزان ما راح نضيف اشي على اللي اخذناه او على اللي تعلمناه. الوولز بتاعت الخزان راح نحسبها زي ما حسبنا الوولز بالضبط، ما في اي اختلاف، زي كأنه اي وول، ولكن هون زي كأنه شير وول او بلاش شير وول، زي كأنه وول منتهي مش مستمر كل المبنى راح نشوف. والسلاب بالضبط نفس السلابز اللي اخذناها في المحاضرة الماضية، لانه هاي عبارة عن سلابز بالعادة تكون شكلها غير منتظم، مسلحة بطبقتين، طبقة سفلية وطبقة علوية. وبالنسبة للمات فاونديشن فهي عبارة عن سلاب برضه، ونوهت عليها وحكيت عنها في المحاضرة الماضية. طيب اما بالنسبة للمخططات، بالعادة المخططات تبعت الووتر تانك بتكون عندي تقريبا من 4 الى 6 مخططات، انا هون معطيكم 3 اختصارا. هذا ووتر تانك فعلي يعني انا مصممه. الووتر تانك هذا عبارة عن، اذا بتلاحظوا عبارة عن وول وول، طبعا انا ماخذ هون كروس سكشن فمبين عندي 2 وولز. السلاب هاي عبارة عن اوبننج تبعت الووتر تانك اللي فيها سلم ممكن يستخدموه، وفي عندي المات فاونديشن. المات فاونديشن زي ما حكينا سلاب. الان اذا بلاحظ في عندي على الزاوية تسليح هيك مايل، هذا التسليح المايل هو عبارة عن تسليح للزاوية عشان انا امنع انه الزوايا تنكسر، وبرضه بلاقي كسحة شامفر لانه الضغط اعلى ضغط. اذا برسم هون مثلث راح الاقي اعلى ضغط راح يكون عند الطرف السفلي، فانا بحاجة ازيد الثيكنس هون واستخدم تسليح اضافي، وبنفس الطريقة بالجهة الثانية. هذا منظر للووتر تانك. واذا بتلاحظوا مباشرة الارتفاع الداخلي للووتر تانك والله قديش، هيو معطيني اياه 5 متر. فاذا الموضوع جدا بسيط، يعني انه الووتر تانك بالعادة بتكون الابعاد جاهزة عندي زي هيك او ممكن اطلعها بسهولة. هذا سكشن ثاني باتجاه ثاني راح نشوف هسه كيف السكشن. ولاحظوا في عندي انا هذا الووتر تانك، هاي السلاب وهاي الوولز وبنفس الطريقة، وهاي المات فاونديشن. لاحظوا برضو الابعاد عندي 5 متر اللي هي البعد الداخلي، و5 متر اللي هو الارتفاع، وعندي عرض الجدار 1.3 والبلايندنج كانت 0.2 كثيكنس و0.15 طالعة من كل جهة. لاحظوا البلايندنج اكبر شوي. التسليح برضو معطيكم عليه 5.16 بالمتر للتسليح الفيرتيكال الموجود عندي هون، وفي عندي 7.18 بالمتر برضو للتسليح بالاتجاه الثاني. هون برضو معطيكم التسليح بنفس الطريقة 6.12 وإلى آخر، وهذا مثال. طيب هاي بالعادة كمان بكون معطيني توب فيو للووتر تانك. بالعادة التوب فيو للووتر تانك تبين لي كأنه في عندي جدران الووتر تانك. فهذا الووتر تانك عبارة عن ريكتانجولر ووتر تانك، أبعاده الخارجية من طرف الوول لطرف الوول 10.6، من طرف الوول هون لطرف الوول 5.6. الووتر تانك هذا
بين لي السلاب تبعت الووتر تانك مسلحة بوتوم رينفورسمنت 5 × 12 بالمتر وتوب 4 × 12 بالمتر، هذا اللونج دايركشن. الشورت دايركشن برضو معطيني قديش التسليح، ولاحظوا بالعادة بالمخططات التفصيلية بيكون معطيني اللينك للبار بالعادة هيك، يعني لما تنزل على السايت بالعادة البارات بتكون given اللينك إلها، والثيكنس معطيني اياها 30 سنتي. لاحظوا هذا السكشن الطويل اللي شفناه بالاول AA هيو، ولاحظوا كان مار بالفتحة الاوبننج، وهذا السكشن B اللي شفناه هون. هون برضو اذا بتلاحظوا هاي الاوبننج اللي هي المدخل او الفتحه اللي بدخل فيها على الووتر تانك من جوا، بلاحظ في حواليها تسليح اضافي 2 × 12 توب وبوتوم 2 × 12. هذا التسليح للكورنرز دائما اي اوبننج بالسلاب بحاول احط عندها تسليح بهالطريقه، وبرضه بحط فيها تسليح قطري بزاويه 45 عشان احمي الاوبننج هاي ما يصيرش فيها كراكس. تمام، خلينا نشوف بالله هذا المثال ونحسب له الكونكريت او نحسب له الكباسيتي ونشوف المثال او نشوف الووتر تانك الموجود بالبروجكت. حاكي لي هون انسوا انه ارتفاعه 5، خلينا ناخذ المعطيات من المعطيات الموجوده في السؤال. حكي لي احسب سعة خزان المي او سعة خزان المياه الماء التحت ارضي الموضح في الشكل السرق دون استخدام الابعاد الداخلية المعطاة، علما انه موجود على السطح الارضي الطبيعي 0.0، وان عمق الحفر يعني العمق لحد هون، اذا بدي اجي اطلع الارتفاع هون بالضبط عند البلايندينج تحت البلايندينج فهو عبارة عن 5.9 متر، وعمق القاعدة يعني الثيكنس للقاعدة هو عبارة عن 0.4، والبلايندنج طبقة النظافة هي عبارة عن 0.2، وكمان سمك الجدار 0.3. فإذا بتلاحظوا الجدار أي جدار عندي هو 0.3 30 سنتي. ببساطة المساحة الداخلية للخزان، من وين بطلع المساحة الداخلية للخزان؟ بالعادة المساحة الداخلية للخزان يا إما بكون في عندي شكل رسمي بهالطريقة، يا إما زي ما راح نشوف عندي بالمشروع أو بالمشروع اللي أعطيتكم إياه ما عندي رسمة بتبين لي السلاب للووتر تانك لحالها، ولكن معطيكم أنا المات فاونديشن موضح عليها الأبعاد الداخلية. فأنا إذا جيت أطلع الأبعاد الداخلية هي عبارة عن 10.6، راح أطرح منها الثيكنس للخزان لجدار الخزان فهي 0.3 من هون و 0.3 من هون، فإذا هي عبارة عن 10، ومن هون عبارة عن 5.6 طرحت منها 0.3 و 0.3 فبطلع عندي 5. فإذا إذا المساحة الداخلية هي عبارة عن 10 في 5 تطلع 50 متر مربع. طيب أما بالنسبة للسعة فاللي ظل علي إنه أضرب المساحة الداخلية، لاحظوا المساحة من جوا لجوا أضربها في الارتفاع، ارتفاع هي عبارة عن 0 زائد 5.9 اللي هي نفس الاشياء اللي تعاملنا معاها لما كنا نحسب ارتفاع اي وول، ناقص 0.2 للبلايندنج، وناقص 0.4 للثيكنس للفوتنج، وناقص 0.3 الثيكنس للسلاب العلويه. لاحظوا السلاب الثيكنس لها 0.3، طبعا هون سمك السلاب السقف، السقف مش الجدار، سمك السقف 0.3. فإذا طلعت ضربت هذا الرقم في 50 طلع معاي مباشرة 250 متر مكعب. طيب هون في يعني حكي لي احسب للمثال السابق حجم الخرسان، ما في أي شيء أضيفه الآن لأنه هو عبارة عن مسألة وقت للحساب، لأنه أنا بدي أحسب كل عنصر إنشائي لحاله. فلو رحنا بالله إلى المشروع ونشوف نطلع الووتر تانك، هذا الووتر تانك اللي عندي معطيكم أنا التسليح ومعطيك كل شيء وكل التفاصيل. إذا بدي أحسب الكباسيتي للووتر تانك انسوا هاي الابعاد، هاي الابعاد بالعاده ما بستخدمها لانها بتبين لي فيو او سكشن انا مش عارف وين ماخذ السكشن بالضبط. فبالعاده انا هون بدي اعرف ارتفاع الووتر تانك، ارتفاع الووتر تانك لاحظوا من وين بطلعه، من هون قايل لي انه سطحه على 0.0، لاحظوا على الناتشرال جراوند ليفل، هاي الناتشرال جراوند ليفل 0.0، وعمق الحفر 3.5. فاذا انا بدي اطلع ارتفاعه الكلي فهو عباره عن 0 زائد 3.5. شو بدي اطرح منه؟ بدي اطرح منه بلايندنج، فالبلايندنج اللي عندي كانت 0.1 لانه هاي 0.5 وهاي 0.4، فاذا 0.1، وبدي اطرح منه الثيكنس للقاعده اللي كانت 0.4، وبدي اطرح منه كمان ايش؟ لاحظوا بدي اطرح منه من فوق اللي هي 0.3، فاذا كانه ارتفاعه 2.7 متر. طيب ارتفاعه الداخلي يعني من هون، ارتفاعه الداخلي من هون لهون بالضبط 2.7 متر، هذا الارتفاع الداخلي اللي طلعته من هاي الفيو. طيب اذا بدي اطلع وين بدي الاقي فيو ثاني للخزان، بلاقي الفيو الثاني هون، هذا الووتر تانك.
ما بين معي الواتر تانك باي مخطط ثاني. ليه؟ لانه هذا الواتر تانك اندر جراوند، يعني مجرد ما انا طلعت على الطابق الارضي مش موجود الواتر تانك. فاذا هذا الواتر تانك، لاحظوا انا معطيكم الابعاد الداخليه. فببساطه لو اجيت حكيت نص ضرب مجموع القاعدتين، القاعده الاولى 3.6 والقاعده الثانيه 1.95 ضرب الارتفاع اللي هي 3.7، طلع معي مباشره المساحه 10.27 تقريبا. 10.27 لو ضربتها في 2.7 مباشر بحصل على الكباسيتي للواتر تانك. فالموضوع مش ما باخذش عندي ككباسيتي يمكن دقيقه، ما باخذها. اذا بدي احسب الكونكريت مثلا للسلاب، كونكريت للسلاب حكينا عنه في المحاضره الماضيه. فالكونكريت للسلاب كاني انا بدي اخذ، اذا بدي اطلع امر الاريا مباشره، اريا سوري، اذا بدي استخدم امر الاريا، وين السلاب؟ هاي السلاب بادي من هون للووتر تانك لهون تقريبا، يعني ممكن ننزل لهون و هيك ونسكرها لفوق. فهي عبارة عن كأنه المساحة الخارجية اذا بتلاحظوا، فهاي بتطلع معي تقريبا 17.25 او ببساطة 3.7 بضيف لها من هون 0.3 ومن هون 0.3، ال 1.95 بضيف لها 0.3 و 0.3، 3.6 بضيف لها 0.3 و 0.3. هذا حساب تقديري، لانه على فكره في عندي هون زاويه مايله وكذا، فبتختلف الموضوع. فاذا هاي المساحه، المساحه اذا بضربها في ثيكنس السلاب مباشره بعطيني ايش؟ ثيكنس السلاب 0.3. هاي الكونكريت للسلاب. طيب الكونكريت للوالز، طيب هون لاحظوا انتبهوا، انا بكون اذا انتم حاسبين اوريدي الكولومز فبدكم تطرحوهن، بدكم تطرحوا الكولومز كانه بدك تعتبر الكولومز مش موجوده. فاذا احنا اصلا حاسبين الكولومز اعتقد، طيب كيف بدي احسب العاد ال 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 عفوا، كيف بدي احسب الان الكونكريت للوال لحاله؟ ببساطه هي 3.7 اللينث للوال، طيب زائد في عندي هون هاف كامل هو عباره عن 3.6، ولكن بدي اطرح منه هذا الجزء اللي هو خلينا نعتبره نص الكولوم، بدي اضيف له من هون شوي خليها 0.3، فخليه تقريبا 3.6 يظل. هون هي عبارة عن 1.95، خلينا نطرح نص الكولوم، الكولوم هذا ما بعرف كان 0.5 أظن، يمكننا نطرح منه 0.25، من هون بدنا نطرح منه كمان 0.25، فكأنه صفت إنه نطرح 1.5. فإذا طلعت أنا لينكس 2 3، طب هذا اللينكس الرابع ببساطة أنا عندي 3.7، لما أضفت لها من هون 0.3 و0.3 صفت كم؟ صفت 4.3 هاي. طب عندي هذا هاي المسافة، عندي هيها 2، الاثنين تربيع زائد 3. او 4.1 تربيع اعطاني اللينكس المايل ها. فلينكس زائد او اللينكس مجموع اللينكس للوالز اذا ضربتهم في ببساطه في الثيكنس للوال 1.3 في الارتفاع تاع الوال، وين ارتفاع الوال؟ ما هي ارتفاع الوال اللي طلعناه قبل شوي اللي بالخط الاحمر، هذا الخط الاحمر هو ارتفاع الوال. فاذا ضربناهن هاي طلعنا الكونكريت للوال. طب الكونكريت للمات فاونديشن ببساطه برضه انا ممكن استخدم امر الاريا، طبعا سوري انا هون استخدمت امر الاريا عشان اوضح لكم انه طبعا ما بصير تستخدموها، مش واحد يجي يستخدم الاوتوكاد نفسه ويجيب الرسم البي دي اف وينقلها هون، لانه الابعاد مش راح تطلع دقيقه، بس انا عشان اورجيكم من وين ناخذ المساحات. طبعا الاريا هي من هون تقريبا لهون، شوفوا هاي المات فاونديشن لهون لهون، وكأني بسكر عليها هيك. فهاي هي المساحة المظللة بالأخضر. طيب هاي صعبة؟ لا مش صعبة. ليش؟ طبعا لأنه إذا بتلاحظوا معاي أنا أصلا هاي 3.6. طيب أو بلاش، خلينا نبدأ بهاي. هاي معاي أنا هون، طيب معاي 3.6. هاي المسافة قد إيه؟ خليني أحطها بالخط الأحمر. هاي المسافة من هون لهون هي عبارة عن إيش؟ 0.3. طب لحد هون هي عبارة عن ما بعرفش. طب هيها ما هي هون، انا قايل لكم انه المسافة من وجه الجدار اللي برا هي عبارة عن 0.3. فاذا معاي انا المساحة كلها بقدر اطلعها. لا يغركم انه هون والله في عندي الرسم مبين انه المساحة المسافة اكبر من 0.3، لا خلص اعتبروها 0.3 من جميع الجوانب. هي هاي ممكن من الرسمة بس اعتبروها انها 0.3. بما انها كلها 0.3 فاذا صار موضوع اني اطلع المساحه سهله. طيب الثيكنس، هاي مساحه ضرب الثيكنس، الثيكنس للقاعده 0.4 انتهى الموضوع. طيب
بالنسبة للستير رينفورسمنت ما راح أعلق عليها، لأنه السلاب حكينا عنها في المحاضرة الماضية، والوالز راح تنحسب بنفس الطريقة اللي كنا نحسب فيها الوالز اللي أخذناها من زمان بالضبط، ما في أي اختلاف. تمام. طيب الآن بدي أعلق هون على بعض، أو على موضوع ممكن كثير حتى بيسألوا عنه الدكاترة في مناقشات مشروع التخرج، ولكن أنتم ما بتعرفوه، إشي اسمه شريط صد المياه أو شريط المانع للتسرب، أو المشهور في ووتر ستوب. ووتر ستوب هو عبارة عن شريط عازل، هذا الشريط بهالشكل هاي زي ما أنتم شايفينه، خلينا نحطه هون أفضل. هذا شريط عازل، شريط مطاطي. خليني أقرأ وأعلق لكم على بعض الأمور. هذا شريط بمنع التسرب من وإلى الخزان. طيب هذا الووتر ستوب، الووتر ستوب هذا بنعمله لما احنا نوقف بالعادة صب جزء ونكمل بعدين، خصوصا اذا كان الصب اللي راح يتوقف وراح يستمر في وقت ثاني اذا كان الصب تحت الارض. ليه؟ لانه اذا كان في صب كونكريت قديم على كونكريت جديد اكيد مش راح يتماسكوا، وبالتالي بما انهم مش راح يتماسكوا راح يظل في عندي فاصل، وهذا الفاصل حتى لو انا عالجته راح يظل موجود، فاذا ممكن يصير في عندي contamination، تسرب، او المواد تتسرب من برا الخزان لداخله او من جوا لبرا. فاذا انا بحاجة اعالج هذا الموضوع، احط شغلة تعزل المياه الداخلية عن الخارجية. فهذا الشريط بنحط لما انا اوقف عملية الصب و بعدين استمر فيها. طب كيف بنحط؟ بنحط بحيث انه يكون نصه تقريبا في المنطقة اللي راح تنصب زي ما راح نشوف كمان شوي، ونصه الاخر راح يكون بالعادة بالهواء. فانا لما اصب القاعدة واصب جزء من الوول، لاحظوا هون اذا بدي اعمل شوي زوم هيك، لاحظوا لي على هاي الرسمة، لاحظوا انا هون في زي كاتب لكم ووتر ستوب. لما صبينا الكونكريت للقاعدة وصبينا معها جزء من الجدار، بعدين حطينا ايش؟ حطينا ووتر ستوب. ليه؟ لانه عشان لما استمر في الصب الجزء، الخط هذا الصغير، الخط اللي جوا الجزء اللي انصب اساسا راح يكون داخل القاعدة، والخط اللي فوق راح يكون بالهواء. فلما اصب الان مرة ثانية فراح ينصب الجزء الثاني من الووتر ستوب مع الوولز، وبالتالي انا هاي المنطقة، منطقة تفاصل الصب، انعزلت بشكل كلي، فبطل احتمالية التسرب عندي، او صارت احتمالية التسرب عندي ضعيفة. بالعادة هذا بيكون سمكه من 5 الى 10 ملم كثيكنس، وعرضه كعرض بيكون من 20 الى 30 سنتيمتر. اللينث ممكن اجيب الووتر ستوبس لفائف وبتكون بيوصل اللينث الها ل 30 متر، وين بيكون زي ما انتم شايفين. بنحط هذا الووتر ستوب بهالشكل، راح ينصب جزء من الكونكريت، لاحظوا جزء من الكونكريت انصب الان، وظل الووتر ستوب طبعا بتعلق بالعاده بشناكل، بتعلق بالستير رينفورسمنت، الجزء بنصب تماما وجزء بظل حر بالهواء، وبالتالي لما اصب الوول مره ثانيه راح ارد استخدم الووتر ستوب. هذا الووتر ستوب بالعاده بستخدمه حتى في التساوي، او في المسابح، او في حتى كثير شغلات. زي ما حكينا يدفن جزء منه من 12 الى 15 سنتي داخل الجزء اللي بده ينصب، وبتثبت بقطر، بسيخ قطره 10 مليمتر، ويدفن جزء منه في الكونكريت، جزء بيظل بالهواء راح ينصب مع الجدار. يسمى الجزء الذي يصب اول من الجدار كيكر. هذا الجزء اللي هون صب اول من الجدار بسميه الكيكر. تمام. وهذا الكيكر اللي يعني راح يكون يحتوي بنهايته على او على الووتر ستوب، او على الفاصل بتاع الفاصل الصبر. طيب خلينا الان نشوف، خلينا نبدا فيها بصفحه ثانيه افضل. خلينا نشوف اللي هو الدرج، كيف احنا بنتكلم عن الدرج.